ليش المرأة اللبنانية غير متمثلة بشكل عادل على مستوى صناعة القرار الرسمي اللبناني مقارنة بسمعتها الرائدة عربيا؟ ما في خطة وطنية فعلا حقيقية تقدر تقول أنا لازم وصل المرأة إلى موقع القرار. هل حكومة الوزيرة انتكاسة أم الحقيقة المرة؟ مثل كل الفئات اللي هي بسيستام معين بتكون همشة أكتر أو أضعف وهشة أكتر من غيرها، بالأزمات بتصير بعض بوضع أصعب وهي أول متضررين. جويل أبو فرحات، نور كلزي، علي سليم وإبراهيم حلاوي بيجتمعوا هالأسبوع على نفس جديد.